شادي صار معنا، شادي شنان من بوخريت. صباح الخير. اسعد صباحك يا شادي، وينه فادي؟ بالمعمل هلا. فادي يكون بالمعمل اليوم نهاية العمل، بيكون عندنا في تطبيق. الله يسعد صباحكم استاذ امسي، يعطيكم الف عافية. هلا بيك، اهلا وسهلا فيكم. اول شيء كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم، ان شاء الله تكون سنة حلوة على الجميع. خبرنا كيف مرت عليك سنة 2023 وشو امنياتك للسنة الجديدة؟ والله مرت كثير كثير، كانت كويسة السنة، وبتمنى الخير للناس أجمعين إن شاء الله. حتى أني طورت فيها بالمعدات، وإن شاء الله نحن على نظام بروجيكت لل 2024 راح يصير في تطورات أحسن إن شاء الله. دائما نتمنى الخير إنه للجميع. يعني بسوريا بس نقول بدنا لبن أو جبن فورا نقول يا مناطق شرقية يا حما، يعني أكيد عندكم شهرة قديمة بحما. من إمتى تقريبا تشتغلون بالألبان والأجبان أنتم كعائلة؟ أنا بسنة 1997 بلشت، وبعدي بسنة نزل أخي على المعمل. أب وجد لا ما كنتوا تشتغلوا بهي المهنة؟ الأب اشتغل فترة صغيرة وترك بسبب أنه هو كان موظف هذيك الأيام، لكن جدي الله يرحمه، بيكون جده لأبي هو الأساس بالمصلحة اللي كان يختر بالبرية. هلا بيقولوا عنه باللغة العامة عنه أنه لبن بريوي أو لبن عرب، كان ينزل بدل بالطناجر الألمنيو أو الطناجر هيك خشب هذيك الأيام على ما أذكر. حلو كتير. ومن هداك يعني أنا دخلت المصلحة يعني تقريباً. بدي أشرح لك بأي سنة؟ دخلت يعني شبه أنا دخلت بالعشر سنين. بس شبه يعني عشقانة، علمت أول ما كان فيها الأشقوان. كان الجبنة الوحيدة الموجودة بسوريا بالنسبة للأشقوان هي جبنة الواحة وجبنة الهلال. يعني انت اشتهيتها كلها، قام انت عملتها بالبيت، جربتها بالبيت، فبعدين دخلت بالموضوع، ولا كيف صارت القصه؟ هلا انا عندي خبره بموضوع تخطير اللبن، حط ايدي بقلب اللبن خمس ثواني، قدرت تتحمل السخونه خلص بحط الخطره وخالصين. اي نعم، بدك تحطيها اول مره انت سير ترجعي تسحبيها وترجعي تحطيها مره ثانيه، اذا لدعتك ما عاد تحسني. اذا حسيتي انك تتحملي بدك تحطي الربع. هذا الشيء مشان ما اللبن يطلع عندك عليه مصل او يبذل ميته بعد ما يتحتر. صح 100%. هلا انا الجبنه بصراحه يعني اليوم كان ابي اللي ما يسمح لنا شيء اسمه لعب غير نهار الجمعه، اذا طلعنا سيارين يا اما بالمدرسه تلاقينا يا بالشغل يا اما بده يكون عفوا بالشغل. ابي كان موظف بالصحه وكان من النوع اللي وقت تطلع لجنات تفتيش على المعامل ياخذوا عينات. فأنا حضرت هذا الشيء عنده بالمختبر، كان ياخذني معه عشان العب برا بحديقه. فشفت جبنه الاشقوان، شفت الموزاريلا، شفت كثير ماركات يعني شيء منيح وشيء ما منيح صراحه. عرفتي لما عامل كانت موجوده ومن بيناتهم كانت جبنه الهلال. اثناء كنت جوعان اكلت العينه وما حلل ابي، اكلت عليها. وظفني هناك كمان بهي المصنع، صاحبه توفى الله يرحمه. يعني فعلا هي يمكن قصة بلشت هيك، لكن بعد اليوم ما شاء الله عندك يعني اسم وماركة، ماركة باسمك، ماركة شنان. وبعد أجا أخوك من السعودية حتى تكونوا مع بعض بهذا المشروع. بصراحة أنسي أنا بلشت بال 2016 أني ابتديت أشتغل لحالي وصنع، وعملت لحالي سايت على الفيسبوك اسمه أجبان وألبان الشنان في رومانيا. لكن صعب بهي البلاد أنك تشتغلي شغلي لحالك، انك تشتغلي وتحاسبي وتبيعي وده يكون راس مال. فبال 2018 عملت دعوه لاخي ابو عبد الهادي والحمد لله يعني انا تفضيت للاسواق وللتجاره وهو للتصنيع والانتاج. يعني كل التوفيق لكم. هلا شادي بشكل عام دائما بيطلعوا على اوروبا بيشتغلوا ان كان بالالبان او الاجبان او القشطه او حتى بالحلويات، بيقولوا في اختلاف شوي بالمواد. كيف قدرت تتغلب على هذا الشيء؟ وهل نوعيه الحليب مثلا قدرت تعطيك نفس المنتجات اللي بيعطيها الحليب بسوريا؟ صراحه استاذ بعد حليب سوريا يمكن ما في غير بجنه رب العالمين. صح، هي من الاخر يعني صحيح بلد خضراء، لكن اليوم الرطوبه الموجوده برومانيا تعادل 97. يعني انا لحد الان بتذكر، وفي شغله جننتني انه ابي وامي بعرف انه في شيء اسمه رمضان اللي احنا كلياتنا بنعمل مونه بحما. صح، لهلا بتلاقي مطربان اللبنه او مطربان الجبنه محطوط على الرف بالمطبخ
مية الملح بدون أي مادة حافظة غير مية الملح طبعاً، بدون براد، بدون تفريز، بس حبة بركة وملح صح؟ إيه. اليوم هون في رومانيا أو في أوروبا بشكل عام إذا بتطالعوا برات البراد 24 ساعة بتلاقي بيخرب ريحته، استغفر الله العظيم كثير سيئة. صح صح 100% عم كلاتنا عم حتى لما عم نروح ايامات على السوبر ماركت نشتري يعني انواع اجبان بتحسها بس انه حاطه برا بتحس ريحتها طالعه، فهي فعلا لازم واحد يحفظها على طول بدرجه حراره تكون منيحه بارده. اكيد بصعوبات واجهتكم اول ما فتحتم المشروع، نحكي شوي عن هي المرحله بما انه انت بدوله يعني جديده، لغه جديده، اكيد كان بصعوبات حتى تقدر تفتح مشروعك او تستثمر بمشروع. كثير لدرجة أني اتصلت في أمي، أنا أول ما سويت اللبنة المدعبلة للزيت انطلبت مني أنسي صار تتفور بقلب المطربان وتكب زيت على الرف، بعد ما راحت للبضاعة على إيطاليا، راحت على لندن بفرنسا هذيك الأيام، يعني كله بلش يحكي أنه شو هذا الجايبه وما بيعرف يشتغل من هالقصص هاي، فصرت يعني رائب البضاعة عندي لأي فعليا يعني صارت تغلي وهي بقلب المطربان طالع فقاعات. انت من كثر ما يعني الواحد بيتعذب، اول شيء لغه وثاني شيء غير جو وغير عالم، فصرت اتصل بامي قلت لك يا مو انا هيك عم تصير معي، قالت لي يا ابني ما نشرتهم على السطح، لانه سطحهم ما في سطحهم الدنيا ثلج برا. قالت لي ابني انت هي بده يكون عندك غرفه للتجفيف تكون حرارتها 12 16، قلت لك عندها خبره يعني الوالده شوي الله يحفظها الله يسلمك. فمن هذاك الاساس حطيت ببالي انه انا بلد فيها رطوبه كثير، يعني اليوم عاملت كثير زباين باوروبا اعطيتهم بضائع، من كثر ما الجو بارد باوروبا بيوصل مثلا للعشره والعشرين ناقص تحت الصفر بصير في صعوبه. صحيح يحطوا الجبنه برات البراد على نيه انه والله الجو بارد ما بياثر عليها، لكن هي لا بتنحفز لدرجه تحت الصفر ولا بتنحفز فوق الخمسه سته، في لها يعني كل طبخه كل صنف عندي انا كاتب على الاستيكر عليه انه طريقه حفظه استهلاكه وطريقه كيف تحضيره وتخزينه. ففي ناس يعني مثل حكايه بتؤجيت انا انه والله ما بياثر انه اليوم خلص تعبلتهم عبيهم، ما انه والله الجو ناشف مثل عنا 16 نحن بعرف انا انه نسبه الرطوبه بسوريا. صحيح. طيب شادي من نفس النقطه يعني كثير تعذبت حسب ما شفنا المنتجات هي منتجات اغلبها سوريه صرف، يعني كان انواع الجبنه الشلال والبلديه والعكاوي وغيرها، هل الاوروبيين تقبلوا هي البضاعه ام انت في عندك يعني غيرت شوي بطريقه الانتاج ليناسب الذوق الاوروبي؟ والله استاذ نسبه 30% انا عندي بالرومان بشرح لك نسبه 30% يعني بيجوا بياخذوا جبنه الشلل والجبنه الخيوط اللي هي شلل بس ما انا مربوطه بتجي فلت. الشيء اللي عدلت عليه اني خففت الملح. واللي عدلت عليه اكثر مشان احسن اعطيه جرنسيه 9 اشهر لهي البضاعه خففت من دسم تبعيتها لانه دسم الحليب هون عالي. فنزلته لدسم 2.7 ل3 يمشي حاله وتقبلته الناس بشكل كثير كثير يعني حتى العرب اللي كان مثلا بيقول لك انه باخذ لي انه 5 كيلو البيت صار ياكلها بشكل خلينا نقول يومي ما عاد يستغني عنه. انا اليوم صار لي يعني هلا مثل ما يقولوا من عام 1997 لهلا عام اللي احنا دخلنا ان شاء الله كل عام بخير 2024 يعني بيضل اكل جبنه كل نهار انا صرت اكله من جديد. والله الجبنه الزينه تتاكل كل نهار سواء على الفطره وحتى على العشاء. الماركه اللي هي باسمكم شنان وعندنا بالرقة معرف الشنينة يعني هي اللبن اللي أو العيران كما تسمى باقي المحافظات، عندكم نفس القصة مو شنينة؟ الشنينة تجي بعد ما يطلعون الزبدة منها أنسى صح بعد ما يطلعون منها السمن هاي الشنينة بيغلوها وبيصير اسمها هقط يسوى منها الشنجليش السوري اللي هو ما طلع بتلو لهلا كل أوروبا ما أحسن نصنعه بالنسبة للجو. حلو الجو ما ساعدنا. كل التوفيق لكم وشكرا لك شادي شنان صانع البان كنت معنا من بوخارست، وتحياتنا اكيد لفادي وللعائله الكريمه. شكرا لك نهارك سعيد. حياكم الله استاذ يعطيكم الف عافيه الله يدينكم للنجاح والتوفيق. شكرا الله يسلمك. شكرا لك.